هنبتدي معاكم طبعا زي ما احنا عارفين بحالة الطقس النهاردة. والنهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون في استمرار لارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذة منار. صباح الخير أستاذ باسم، وصباح الخير على أستاذة نهى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. نحب نعرف من حضرتك الأول، هل في أي تطورات النهاردة مختلفة عن التنبؤات اللي قلتها لنا امبارح إن هي هذه الحالة أو هذه الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأربع، حتى يوم غد؟ لا، هو بالارتفاع احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة. النهاردة يعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة. درجة الحرارة توصل على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية، على السواحل الشمالية للبلاد هتوصل 32 درجة مئوية، على محافظات شمال الصعيد هتكون 38 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد هتوصل 42 درجة مئوية. عشان كده الطقس النهاردة وغدا نقدر نقول ان هو طقس حر رطب على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مائل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، بيظل شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار. متوقع إن شاء الله يكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من يوم الخميس القادم بإذن الله، يعني الموجة اللي احنا فيها دي هتنكسر وتبدأ درجات الحرارة تنخفض. متوقع يوم الخميس توصل ل 33 درجة على القاهرة الكبرى، والجمعة توصل ل 31 درجة مئوية، ونبدأ من يوم الخميس والجمعة وتحديدا الجمعة نبدأ نحس بالأجواء الخريفية بإذن الله. طيب أستاذة منار، في أي توقعات بعد انخفاض الدرجات للارتفاع مرة أخرى؟ يعني احنا عارفين ان موسم الخريف خلاص بيبتدي معانا، ففي اي تنبؤات ان الدرجات هترتفع تاني ولا خلاص هيبقى الجو معتدل بقى لحد فصل الشتاء؟ لا طبعا، احنا في فصل الخريف معروف ان ممكن يحصل فيه ارتفاع في درجة الحرارة، بس بيبقى ارتفاع مدته يوم واحد ودرجة الحرارة فيه بتعلى عن المعدل بحوالي من 2 لـ3 درجات، يعني ممكن توصل ل احنا طبعا الخريف المعدل بتاعه بيبقى من 30 لـ32، ممكن بقى توصل لـ34 وـ36، ده بالنسبة لنا بيبقى ارتفاع في درجات الحرارة. تمام. بس بيبقى يوم واحد. هو الخريف دايما معروف بانخفاض الحرارة عن فصل الصيف طبعا وانخفاض الإحساس بنسب الرطوبة، بس وارد طبعا يحصل فيه ارتفاع في درجات الحرارة، لكن لحد ان شاء الله نص الأسبوع اللي جاي احنا هنشهد بقى ان شاء الله تحسن في الأحوال الجوية وأجواء خريفية بإذن الله، وخصوصا ان احنا الخريف هيبتدي غدا ان شاء الله مساء الغد يوم الأربعاء 22 سبتمبر ان شاء الله. هل في أي ظواهر جوية تحبي حضرتك تنوهي بيها للسادة المشاهدين خصوصا في صعيد مصر؟ هو بالضبط، يعني الاول شمال وجنوب شمال البلاد والقاهره الكبرى بتشهد شبورة مائيه اللي بتظهر في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره من الليل، والشبورة المائيه دي بتبقى شبورة مائيه كثيفه هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبورة دي مستمره معانا لحد يوم الخميس القادم باذن الله، فدايما بننصح الساده المسافرين على الطرق والساده السائقين القياده بهدوء تام اثناء فترات الشبورة المائيه واتباع كافه تعليمات المرور. ايضا متوقع من يوم الخميس القادم بإذن الله فرص لسقوط الأمطار مساء على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يوم الجمعة تمتد لباقي السواحل الشمالية ومناطق من محافظات شمال السادة بإذن الله. أستاذة منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات. وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. القاهرة الصغرى 23، العظمى 36، الإسكندرية الصغرى 24، العظمى 32، مطروح الصغرى 23، العظمى 30، بورسعيد الصغرى 25، العظمى 31، العريش الصغرى 23، العظمى 32. ننتقل إلى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38، الغردقة 26-37، المنيا 23-38، أسوان 25-42، أما في حلايب فالصغرى 28 والعظمى 33.